السلام عليكم. قبل ما غادي نرد على هذا الفيلم كالعاده نصف اخبار ونص ما بخبروش، بعجاله هذا الفيلم هذا دات له الاعلان شوف تي في. شنو فيه؟ فيه واحد الشباب فاش كيكونوا متدينين كيكونوا موسخين في الهندام ديالهم وكيشكلوا خاطر على الانفس ديالهم وعلى المحيط اللي هما فيه، ونهار يبغيو يضحكوا وينشطوا الحياه تكون عندهم زاهيه ومزيانه كيلتجؤوا للطريق ديال الخمر والبار الى اخره. نبغي نوجه جوج ديال الرسائل. رساله الناس القائمين على هذا العمل الفني واللي كيخسروا فلوسهم في مثل هذه الاعمال باش زعما يحاربوا الاسلام، ورساله ثانيه الناس اللي مثلوا في هذا العمل. الرساله الاولى الناس اللي كيخسروا الفلوس ديالهم، واش ما قاريش التاريخ؟ ما كتشوفوش بلي انه بزاف ديال الناس حاولوا مرارا وتكرارا انهم يحاربوا الاسلام وهو كيزيد غير ينتشر؟ لانك ما كتحارش مع واحد الانسان بحالك بحاله، هذا الدين نصر الله سبحانه وتعالى. ثم واش كتضل المغاربه عايشين في كوكب واحد اخر؟ غيتفرجوا في داك الفيلم عادي يفهموا، راه حنا كنشوفوا غير في الواقع ديالنا الانسان اللي معتدل وشاف الطريق ديالو راه تبارك الله منور، والانسان اللي عطاه غير الزاود عاود الشر فاق احتضارهم. ثم الميساج الزاوج اللي بغيت نقوله لدوك الناس اللي مثلوا في الفيلم بحال وديع وسعيد وباسو، ضيعتوا وجهكم امام المغاربه، اما الرزق راه الله سبحانه وتعالى يجيبه لكم عن طرق اخرى. الانسان غير يصبر، واش غرتكم فلوس؟ الشهرة تبارك الله راكم مشهورين، على زعما غادي تمشيو ديروا بحال هذا العمل هذا؟ ربما يبقى سيئة جارية، يقدر يتفرجوا فيكم ناس اللي مازال ما عارفينش الطريق اللي تبعوا ويشوفوكم بديك الصورة هذيك ويمشيو بسببكم ويمشيو للهلاك. هذيك الصورة اللي درتو نتوما ما تبغيوهاش حتى لولادكم ولا لا؟ يعني من جديد الانسان يراجع النفس ديالو، وهاد الناس اللي كيخسروا فلوسهم يعرفوا بلي هاد الشعب اللي كيمثلوا له هاد الافلام راه شعب واعي ما يحسبكمش. شوفوا هادوك الترولات نتاع اليوتيوب، حسابكم صافي، راه اللي درتوها يقبلوها والسلام عليكم.